بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وما تأتيهم من آية ودي قلها كم من مرة، وما تأتيهم من آية أي علامة تدل على الله هو الله، وهو الذي جعل الآيات ليستعين بها الإنسان تعمل بها ولو واحد مليار تجم قوم الآل اللي ربي يبدلهم سيئاتهم حسنات. ما قلنا بشأن ما جاء في آخر سورة الفرقان بكريتيريوم بديسرنم، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما أنا اسمه متحدنيش، هذا كلام أساطير الأولين. لا كلام فارغ، ويزينا احنا تو في عصر التكنولوجيا والبينار و ما عادش الانالوجيك، احنا تو قفزنا. وين قفزت يا تدعي لي كنت خير منه نجيك قفزت المجهول؟ وشكون كان سبب قفزك اللي يهين فيك وحين تسقط بعد القفز ذاك تمشي مرشيش لا شاء الطرفي لا طرفي؟ شنو رايك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بقدر أن تعلو باطلا بقدر نزولك يكون مهلكة وفضيحة لك، أو جملة كبيرة من الفضائح. هذا ما تمش بلي فما فضائح، تبقى دائما الأمور ماشية معاك دائما هكا تلق هكا السياسيين الكلاب أخطر الطيبين وهم قلة وقليل ما هم. قدش من واحد زرع في مزرعة، علاش ما تخلوش العلم؟ علاش ما تخلوش الدرس؟ والسعيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السعيد من التعب بغيره. سواء أنت سياسي، التعب السياسي سبقك جات الطامة والعامة قالوا نحن نضربوك على خطاب المقنع وهو كذب، ومجرد كما كان جوبلر يعاون في هتلر كونه دائما يكتب يكتب حتى صدقه. بنو صهيون مش غرباء عن جوبلر، بنو صهيون اليوم كل شيء يقنع اصحاب العقل، يعني احنا اصحاب بقى واصحاب السلم نحن اصحاب العنف. هذا الكل من صنيب بني إسرائيل، وهذا ليس بغريب عنا. ولهذا قال يصدق بني إسرائيل أو يطمئن وينبطح أمامها راه ضار بنفسه، يقولنا آيات تباكم فتمسكم منها، تبدأوا معهم في سكة العسل ستمسكم منها، تجد تكون نار دنيوية، تجد تكون نار برزخية، تجد تكون نار أخرية ولا ثلاث أنواع. هيا شنو رايك؟ ساعدك باش تكون في النيران عظمك تقري في القبر اللي هو اللي كنت قبر وكان انتهى امرك وخرجت من ملذاته ونسيت اللي بعد مستولي في عفونات بدنيه وفي عذبات روحيه وفي غيابات عقليه وانت ماشي. نسأل الله السلامه.